جاجي لي فار تي 3 لي فار ولا اشتي باقي ناقلين واحد لسه باقي عاقل. قلت لكم ماتشات اللي عند لي فار صعاب هو تي 1 والفتح تي 1 اللي قهوه بان. واش الجارات، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد كيف ما كتعرفوا، فيديو مشنشط. درنا بوست البارح قلنا علاش غنهضروا والموضوع ديال اليوم مهم، فالسلق الماتش ديال الرجاء والوداد وسالات الدوره 29. شنو قلنا؟ بلي غيبدا التشنشيط وغادي نقول لك شحال من واحد حاطه في لا ليست اللي كانوا كيهضروا غادي نقادوا ليهم فيديوهات ديالهم. قبل ما نبداو لي لايك لي لايك، مرحبا بكل شيء بغيت كل شيء تابونا، مرحبا بالجارات كاملين، مرحبا بكل شيء كنفاشهم كاع الجماهير. الفيديو ديال اليوم على لاعب سابق في الرجاء العالمي، لاعب اللي تربى في الرجاء وعطاشو الرجاء فرصه، ولاعب اللي كبر في الرجاء ولاعب كل ما كانت الرجاء ما كانش غادي يكون هو، فهمتيني ولا لا؟ هاد اللاعب هذا ما راتش الجميل ولو قد هكا، هاد اللاعب هذا ما شفناش منه حتى كلمه طيبه. من حقه اسيدي، علاش؟ حيت الرجاء اللي كتحمل مسؤوليه انك تكبر شحال من واحد وفي الاخر كيضربها في الدار ديالها. واخر حاجه كنشوفوا بزاف ديال اللعابه اللي كبراشهم الرجاء وعطاشهم سميه ودابا عاطينا بالظهر وما قالوا الشكايه اللي ما طيبه، هذا غنتسناو من ناس اخرين قدام. مهم غندو نيشان وغنهضروا نيشان وبواقعيه. كاين واحد بودكاست كيف ما كتعرفوا انا ما كنتفرجش فيه بزاف، اقسم لكم بالله عمري تفرجت فيه، مي كيطلعوا ليا لي ريلز فيسبوك القيطاج من هنا كنشوف شنو كيقول بنادم وشنو كيرياكتي على الرجاء، فاش كانت كتنافس لي فار على البطوله ولا الصداره وربعة النقاط وكانت القضيه بعيده وما كتربح لي فار كيولوا شي سبعة النقاط ولا سته القضيه كتزاحم. فوالا سعيد كيف ما كتعرفوا، سعيد اللي لعب في الرجاء لعب من 2005 2011، سعيد اللي تشوج بجبوطه ولا سنه 2000 وتشوج بطوله في 2009 و2011، ما قالتش واش 2011 تشوج بها ولا لا حيت مشى للغريم اللي هو الوداد، لعب معاهم من 2011 2014 و2014 رجعتو الرجاء والجمهور قال لهم هذاك ما يرجعش، ولكن الاداره كان عندها راي اخر ورجعتو ولعب معنا عام ومشى بحالو ورجع معنا في الكواريش. هاد اللاعب هذا اللي وخطعنا الرجاء في الدار ديالها ورجع عاوتاني، رجعت الرجاء في 2014. ما علينا، دابا حاليا خارج في بودكاست كيدعي لانه ودادي قح بهذا المفهوم، هذا انه ودادي اوريجينال، انه ما كيشوفش في جهه الرجاء، انه ما تذكرش ولو ذكرى واحده مع الرجاء ولو كلمه طيبه على الرجاء. بقى فينا الحال طبيعه الحال انه واحد لعب في الرجاء ودا معاك جبوط ولات يا عصر ولعب معاك مده طويله 2005 2011 مده طويله 6 سنوات سنين اصاحبي باش يلعب معاك سنين ما سهلاش اصاحبي، ويخرج دابا بعد نهايه المشوار ديالو الكروي وتلقى انه ما كيسيبورتي لا رجاء ما كيقولش كلمه زوينه لا حتى شي حاجه، كيسيبورتي لي فار، لعب معاه عام واحد اما لي فار عام واحد وقال 2015 كيسيبورتي لي فار. بعيد عليكم باش بلا ما تدخلوا عندي هنا وتقول لي احنا عماد مالك مع بعاد عليكم، انا ما كنت انا كندوي مع هاد الجوار هذا، انا كندوي معاه يعني بعاد عليكم نتوما، يعني كتسيبورتي لي فار يعني بقاي شي كتقول فاش درتو السونداج شكون غيدي البطوله. كيكي لي فار 73 نقطه والراجل 62 نقطه، يعني بالنسبه لكيكي ما بقاش دوي معاه لي فار دات عرفتي انت داتها دوره جوج شي اربعه ثلاثه دورات المهم بالنسبه ليهم لي فار دات عند نقاط ديال الفرق بقيتي مضربه بوحدك ثلاث نقاط الفار وتحقق لا بغا هو يحسب الشامبيونات ديال فار بثلاثه دورات ولا اربعه حتبان لي بورزوك كيدير بواقعيه. بورزوك عطاك لا ليز ديالو قال لك هاد الماتش شنو غيطرا فيهم اكس تعادل، الرجاء خرج فرق نقطه، كيامن بالرجاء لعب في الرجاء كيحترم الرجاء شغلو هذاك. ملي كندوزو عندك انت لقيناك بدون واقعيه صراحه، وكيبقى فينا الحال انك لعبتي في الرجاء وكليتي من المله ديال الرجاء وصوفيتي في الرجاء ودير شي كارير في الرجاء وحكيتي البال وتعلم شي كره انك تلعب في الارض، عاد عرف شي كره كتلعب في الارض ولعيبات وبديتي كتحكه ودير شي سميه في الرجاء. اشوف ما تقولش هي كويري، نوريك انا صحابي كويريه ما فين تبان انت بلادم ما لعبش كوره فهمتيني، او كيدورو في الهواج والمسائل قليل واحد جوج ولا ثلاثه اللي دابا برومين سيري الله يسهل عليهم. اما دابا جي نهضر معاك بواقعيه صاحبي، تقولش لي انا كويري وما لعبوش، سلام لعب شي كوره في هاد البلاد، سلام عليكم كومبيتون في هاد البلاد وسقات لك شي حاجه حمد الله وشكره.
اجي قول لي عطيت ما داك ما عطيت كواريه وضاعوا. السلام عليكم. ديما الراجا كتبقى كبيره عليك وكبيره على غيرك. هادي من جهه داروا السونتاج. تخيل معايا الاستهزاء دار على الراجا. تفوق تفوق لي فار تفوق لي فار ضرب لي فار عند برزوق مسكينه وصلات ل 60 لي فار لي فار دونك راه كاع تمشي لي فار مشى ل 67 الراجا باين و بركان حمزه برزوق في لاعبين لاعبين في الراجا عند الراجا تفوق الراجا الراجا دونك الراجا عند حمزه برزوق وصلت ل 61 برزوق دار دار شامبيون اكس بنقطه بنقطه عندك النقطه ديالك انت اكس دونك انت عندك الراجا. وتخيل معايا حنا في ذاك الوقيته يعني كتبغي لعابه قدام كتبغيهم انهم يسيبورتيو الراجا ويسمعوا كلمه زوينه وتا حنا كنتموتيفاو وحنا الجمهور مقتول يعني فاقد الامل وكتسيبورتي وكتحيي وكتحيي اللعابه وكتطاقي اللعابه وهادي وكتقول لهم سير والله تنجيبوا البطوله والله تنجيبوا سير 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 وكيخرج لك واحد اللي لعب في الراجا ديجا يعني ربح بطولات وكيستهزا بالراجا انه كيدير السونداج ان الراجا بعيده 64 نقطه ولي فار كدو 70 نقطه يعني ما عطاش ولا امل واحد الراجا ما قالش كلمه طيبه ما دواش بواقعيه حيت الراجا هي المتصدر دابا ما دواش بواقعيه دوا بواحد الكره تعود السير لي فار لي فار واش قلت لك كذب على راسي بين انا شوف انا مع لي فار فرقتي الوداد وكي لقيت بان كلاب تخسر مع لي فار ما فيهاش ما نقولش كان الوداد ضرب لي فار علاش الراجا صرفش فك الخير ما عرفناش علاش في حين ان السونداج ديال بورزوق عطى لي فار باهات عطى اكس هنا من هنايا كان توازن كتحس بانهم كيليبيري السونداج ديالو انت لا انت كتوصل عند الراجا كدير لا فاك الراجا فاك الراجا فاك الراجا فاك الراجا فاك كداعي لانك ودادي مرحبا كون ودادي تنتمي لوداد مرحبا بي مي انك لعبتي معنا على الاقل خصك تحترمنا على الاقل انك توصل للراجا ولا ما ديرش داك السونداج حاولت ايفيتي انك عارف انك ما تقدرش انك تدوي بواقعيه توصل للراجا ما كدويش بواقعيه ايفيتي كنت دويش بواقعيه صح هذه من جهه ما عجبناش الحال علاش حيت انت اصلا لعبتي في الراجا ودوزتي في الراجا وتفرجنا فيك وبزاف الحوايج خاصك تكون شويه معقول في حين ان غندوي مع برزوق رساله لبرزوق وانك انت كدوي بواقعيه بزاف وداك الواقعيه تقدر تخرج عليك حاول تقاد لسانك واحد شويه وعرف شنو كتخرج راه بنادم تيطرح عليك سؤال وتيخليك انت تخرج العافيه وبنادم اخر كيتطرح عليه سؤال كيجمع فمو عرفتي علاش تابعوا ديبلوم تابعوا بزاف الحوايج باغي يدخل التدريب وكعارف الدومينات دار خصك تخدم اللسان هكاك اللسان خصك دير ليه طلعوا الفوق علاش الا بغيتي توصل اما انت بداك اغريسيف ديالك كتخرج بطاك الافيرتيسمو حدي راسك جاوب بحياديه كون حياديه مع كاع الجماهير لا وداديه لا رجاويه لا فراويه فهمتيني كيليبري الامور ديالك حيت بنادم حداك كيليبري الامور وما باغيش يخرج اورجو فهمتيني مي حنا غير نقبناه بشي حوايج هكا انت لا بودكاست غادي زوين الله يسهل عليكم الدراري مي بنادم يكيليبري برزوق كيليبري حيت راجاوي عزيز علينا كدوي بواقعيه لو فون ديالك زوين متفق معاك ولكن هاد الوقت هادي ماشي ديال فحال هكذا كنتي مريح ما تابعكش بزاف غادي نقولوا لك مي دابا كيليبري وعرف كيفاش جيو مابقاش اتاكي لا اونترينور ديال ليكيب ناسيونال لا فلان لا حتى شي حاجه بيرسونيل خصها تكون خصك تعرف كيفاش دوي دوي بروفيسيونيل بحال فشي منبر اعلامي هضر مسائل ضحك راه بنادم حداك الا عاوتي البودكاست ولا شفتي شي حاجه ولا هادي غيبان لك كيوزن في الهضره وما باغيش يخرج وانت هو اللي مزاهل البودكاست فهمتيني ولا اكثريه الجراد كيتفرجوا غير على قبلك نجايه فهمتيني اما بدونك حتى ما يتفرج حتى شي واحد انت اللي راجاوي وزالك الراجا هادي من جهه الميساج ديالنا كان واصل هو بنادم بعد نفهم انه صيرف يحترم الراجا انك ما عزيزاش عليك الراجا وخلعبشي فيها وهادي وبزاف الحوايج تحترم الراجا الراجا ما عطاشهاش واحد القيمه حنا وصلنا لك ميساج حنا ماشي ما كاينش شي حاجه بيرسونيل انا وياك مي بغيتك توزن الامور ديالك كيف انت جاوبتي حتى انا جاوبتك دابا اش ماشي من حق اي واحد نتقبلوه في هذيك الوقيته كنشوف بنادم شنو كيقول كيبقى فيا الحال انا كنقول شو بنادم صاحبي لعب في الراجا والمسائل وشو شنو كيقول اصاحبي عيب اصاحبي شو انا كنسيبورتي وكنمل العدم وهادي وسيروا غنجيبوها وهنا غنربحوا وكيجي واحد لعب ديجا في الراجا كيقول لك هنا تعادل هنا خاسر الراجا هنا هادي هنا ما ديش البطوله طط بروجي كيضربوا لك بالزيرو الراجا راجع من العدم من ازمه كتبني فرقه اونترينور جديد وواحد اللي دار وكان شي واحد من الجمهور يعني واحد لعب في الراجا صح ما تقبلوش انه يقول فحال هكذا فهمتيني ما شنو علاش ما كاينش شي سبب انك دير فحال هكذا فهمتيني
يعني انا دابا جاوبت وبنادم دابا شاف الرجاء واللي ما كيامنش بالرجاء الرجاء راه الزاويه فهمتيني ولا لا واللي ما كيامنش بالرجاء راه كتعطي الرجاء على شي دور ودابا ما هذاك هذاك السونداج ديالك سير راك فهمتيني فين غادي نقولها دابا تفرج ليا في الماتش الاخر وتفرج في السيادك غادي يهزوا البطوله وتفرج في الرجال كيديرين اللي جابوا البطوله بدريبه وهكان الجلده فهمتيني ولا لا وهادشي اللي كاين ديما رجاء واللي عطانا كنعطوه فهمتيني ولا لا خلي الراعي ديالك ديما رجاء ما عندنا مشكل مع حتى شي واحد اللي كيعطينا كنعطيوه واللي يجاوب كيعدوا لسانو حتى حنا كنجاوبوا بلساننا الرجاء ها هي شحال واحد بيناتو بحال هو 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 بيناتو صغير فهمتيني ولا لا